السكشن دوت احنا هنبدأ ندخل في موضوع ديزاين لأول نوع من أنواع طرق النسح، ألا وهو الآبار الإبرية أو بالإنجليزي بنقول عليه الويل بوينت سيستم. زي ما احنا متعودين، تعال الأول نستعرض مع بعض كده محتويات السكشن بتاع النهاردة. أول موضوع أو أول عنوان هو الانترودكشن أو مقدمة عن الآبار الإبرية. تاني عنوان هنعرف حاجة اسمها تصرف خضوع البير الإبري. تالت عنوان حاجة اسمها البريجر ريليف سيستم، ثم مسائل الخندق، ثم مسائل الأرض مستطيلة الشكل، ثم مسائل الأرض دائرية الشكل. طب علشان لو حد بيكتب ورايا نقولهم تاني بالراحة: المقدمة عن الآبار الإبرية، تصرف الخضوع، البريجر ريليف سيستم، ومسائل الخندق، ومسائل الأرض مستطيلة الشكل، ومسائل الأرض دائرية الشكل. تعال ندخل بقى في أول عنوان كده ونبدأ ونقول بسم الله المقدمة عن الآبار الإبرية، أو إيه هي الآبار الإبرية. الآبار الإبرية هي طريقة من طرق نسح المياه الجوفية. طيب، مع السؤال اللي بيطرح نفسه: أنا إمتى أستخدم الطريقة دي؟ فقال لك علشان أستخدم الطريقة ديت أنا عندي شرطين أو عندي حاجتين لازم يتحققوا. أول حاجة تكون التربة بتاعتي متوسطة النفاذية زي الرمل. يعني إيه؟ يعني لو هي عالية نفاذية زي مثلا الزلط هيبقى في طريقة تانية، ولو هي قليلة النفاذية زي السلت هيبقى في طريقة تالتة، وهكذا. فإذا أنا ببص على الجثة بتاعتي وببص على القطاع الجيولوجي للتربة بتاعي، لو لقيت ان التربة الحاملة للمية او طبقة التربة الحاملة للمية اللي هي اللي هتمشي المية اللي هيحصل فيها النفاذية، لو لقيت ان التربة دي رمل، يبقى اذا في الحالة دي بستخدم آبار إبرية. بس في شرط تاني مهم قوي لازم يتحقق. انت اكيد خدت في المحاضرة مصطلح اسمه مقدار التخفيض المطلوب في منسوب المية الجوفية. لو مقدار التخفيض دوت أقل من أو يساوي 4.5 متر، يبقى الشرط التاني كمان اتحقق. يبقى الشرطين بتوعنا لازم تكون التربة متوسطة النفاذية، والشرط التاني إن مقدار التخفيض لا يتجاوز 4.5 متر. ساعتها نظام الآبار الإبرية ده بيبقى مناسب جدا، وعشرة على عشرة، واقتصادي، ويعني مثالي في هذه الحالة. طيب ايه بقى النظام ده عبارة عن ايه؟ طبعا انا اديت فكرة عنه السكشن اللي فات. قبل ما ندخل في الاثباتين بتوعه، افكرك ان السكشن اللي فات احنا عملنا اثبات 4 قوانين. القانون الاول كان ابار ابرية ارتيزيان فلو، ثم ابار ابرية جرافيتي فلو، والاثباتين الثالث والرابع كانوا للديب ويل، اللي احنا هنتكلم عن ديزاين للسيستم الديب ويل السكشن الجاي. احنا النهارده لسه في الارت في الويل بوينت، في الابار الاباريه. فلما نيجي بقى نتكلم بالتفصيل ونستعرض تاني تعريف الابار الاباريه، دي صوره من احد المواقع يوضح لك يعني ايه بير ايبري. المواسير اللي نازله دي، شوف انا بعلم لك عليها بالاصفر، في مواسير هنا صغيره قوي نازله، دي الابار الاباريه اللي في التنفيذ. ممكن بيطلق عليها مصطلح اسمه الحرب، لان هي قطرها بيبقى صغير قوي، بيبقى من 2 ل 3 انش زي ما انت شايف في الصوره. قطر البير صغير قوي. فاكر كنت انا اقول لك السكشن اللي فات ان القطر صغير وان التقسيط بين البير والتاني صغير، بعكس الابار العميقه اللي هناخدها السكشن الجاي. طيب كل الابار او المواسير ديت بتبقى متصله من فوق بماسوره واحده كبيره شويه
اسمها هيدر بايب اللي هي الماسوره دي، وهتبقى ماشيه كده. الماسوره دي بنسميها هيدر بايب. ايوه، حد عايز يسأل؟ بس عم بيتحاول اعمل لهم بروف. طيب حاضر. في ناس بتحاول تدخل. هو ما حدش ظهر عندي ان هو عاوز يدخل الميتنج يا عبد الرحمن. باشمهندس معلش، هي كانت المشكلة عندي ودخلت الحمد لله. طب معلش بس ممكن حضرتك خلاص تبقى هما تنزل دلوقتي؟ لا تاني يا باشمهندس عشان ما سمعتش. عايزة بس حضرتك تعملي انفايت للجروب. انا عملت والله انفايت للجروب امبارح لخمس اسماء تقريبا، انت كنت منهم، بس مش لقيتهم عارفة، هما بس ما اوريدي. وصليش اشعار. انت خلي بالك، انا جات رساله ان انت اصلا جوه الجروب. انت متاكده انك مش جوه؟ ثانية، لا تمام تمام ايوه صح انت تمام جوه؟ باشمهندس طيب تمام تمام. شكرا. نعم. طيب نرجع تاني كده. انا رجعت عملت شير تاني للشاشه بتاعتي. فاخر حاجه قلنا مع بعض ان الحرب ديت او الابار اللي بيبقى قطرها صغير ديت بتتصل في النهايه، او بيتم توصيلها فوق بماسوره واحده اسمها هيدر بايب. الهيدر بايب او الماسوره اللي مجمعه الحرب دي كلها بتبقى متصله في نهايتها بقى بمضخه واحده او اتنين حسب طبيعه العمل، والمضخه دي بتسحب الميه من الهيدر بايب. التقسيط اللي بيبقى ما بين البير والبير بيبقى صغير زي ما احنا متفقين السكشن اللي فات، وبيبقى في حدود من متر ل 3 متر. فلما تيجي نستعرض كده الكلام هتلاقي ان الكلام دوت هو نفس الكلام اللي انا قلته لك بالظبط، كلام سهل وبسيط والصورة موضحة. يبقى الموضوع بمنتهى البساطة، حرب قطرها صغير، التقسيط ما بينها وما بين بعض صغير، بتتصل فوق بماسورة واحدة بنسميها هيدر بايب. اهي هيدر بايب اهي. الماسورة ديت في نهايتها بتتصل بمضخة واحدة او اتنين او اكتر بيخدموا السيستم كله، والمضخات ديت هي اللي بتسحب المية في النهاية، وبتصرف بقى المية في اقرب مصرف او في اي مكان حسب انت ما مظبط الشغل بتاعك. تعال ندخل بقى على تاني عنوان، ألا وهو تصرف خضوع البير الإبري. هو الموضوع التاني والتالت اللي هو التصرف الخضوع ثم البريشر ريليف سيستم. هي مصطلحات أنا حبيت أستعرضها الأول لأن هنلاقيها في المسائل، فنبقى أكدنا عليها قبل ما ندخل في المسألة. وطبعا الكلام ده المفروض أنت خدته في المحاضرة، بس أنا بس بنأكد عليه تاني قبل إيه، قبل المسألة بتاعتنا. تصرف خضوع البير الإبري. دلوقتي أنت لو عندك البير مثلا بالشكل ده، وده منسوب المياه الاصلي قبل النسح، فلما عملنا عمليه النسح زي ما انت بقى خلاص عرفت وحفظت ان شكل الميه بعد النسح بياخد شكل فرابل كده او شكل منحني كده، وبيبقى ده شكل منسوب المياه الجوفيه بعد البدء في عمليه نسح المياه الجوفيه بواسطه البير. وكنا بنسمي ارتفاع المية داخل خط الأبار اتش اي لو تفتكر اتش اي. تمام. المفروض ان في بقى فوق مضخة هي اللي بتساعد ان يبقى في تصرف خارج من البير قيمته كيو. المنطقي جدا ان التصرف ده كل ما يزيد، يعني كل ما انت تسحب من البير تصرف اكبر،
كل ما الاتش اي دهيت تقل، يعني تلاقي نفسك عمال تنزل منسوب المياه الجوفية اقل، والعكس صحيح، كل ما التصرف اللي انت عمال تسحبه من البير يبقى قليل وتسحب مياه قليلة، يبقى انت هتخفض منسوب المياه حاجة بسيطة، حاجة مثلا بالشكل ده. فقال لك لا، ثانية واحدة بقى، انت لو قعدت تزود التصرف ده اللي هو قدرة المضخة، لو عمال تزود 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 فيه، هتلاقي في الاخر خلاص المية ال اتش اي عمالة تنزل تنزل تحت لغاية ما يبقاش، يبقى ال اتش اي بصفر ولا ما يبقاش فيه اتش اي اصلا. طب وده معناه ايه؟ ده معناه ان البير بقى فاضي، معناه ان المضخة هتبدأ تسحب هواء من كتر ما المضخة قدرتها عالية جدا بالنسبة للمسألة بتاعتك، بدأت تسحب هواء مش مية. طب وبعدين؟ قال لك ده يحرق المضخة ويبوظ المسألة بتاعتك ويبوظ الشغل. وبالتالي ايه الحل؟ وبالتالي قال لك قبل ما تدخل على المسألة بتاعتك لازم تعرف قيمة تصرف الخضوع البير الإبري دي بكام. ده أقصى تصرف يمكن سحبه من البير بدون سحب هواء. طيب اجيبه منين؟ يعني الكيو دي اسمها كيو ييلد، بنسميها كيو ييلد، ده تصرف ما ينفعش ازيد عنه. قال لك التصرف ده هنجيبه من شارت موجود في ريفرنس. الشارت اهو، الرأس بتاعك هو الكيو ييلد بوحدات اللتر بير سكند، والافقي بتاعك هو معامل النفاذيه بوحدات المتر بير سكند. يبقى انا لو معايا التربه بتاعتي الحامله للميه اللي بيحصل فيها النفاذيه، ومعايا معامل النفاذيه بتاعها انا حاسبه باحد الاختبارات او فرضته من جدول من الجداول، هدخل اخبط في منحنى من اتنين، يا ده يا ده، المنحنى ده والمنحنى ده بيمثل حاجة اسمها طريقة تنفيذ البير. الطريقة دي اسمها سيلف جيتنج، طريقة اسمها طريقة الدفع، ان انت بتدق او بتدفع البير في التربة مع ضخ مية بضغط عالي تحت البير علشان تفور التربة وتسهل عملية الدفع. دي برضو على فكرة أحد طرق التنفيذ الخوازيق، إن أنت عندك دلوقتي عايز تدفع البير الإبري في التربة، وعشان تسهل عملية الدفع أنت عمال تزق البير من فوق جوه قلب التربة، وعلشان تسهل عملية الدفع دي بتضخ مية تحت خالص، كعب البير من تحت بتضخ مية بضغط عالي تفور التربة اللي تحت البير والبير نازل. أو الطريقة التانية، واضح طبعا ان هي بتدي كيو ييلد اعلى شويه من الطريقه الاولانيه، الطريقه الثانيه طريقه التفريغ. قال لك لا، طريقه التفريغ دي بقى الاول نفرغ، يعني نحفر الاول مكان البير نفرغ خالص، وبعد كده ندخل البير مرتاح خالص في مكانه. وبالتالي يبقى انت عرفت دلوقتي ان العوامل اللي بتأثر على التصرف في الخضوع للبير الإبري طريقة تنفيذ البير وقيمة معامل النفاذية. في الحالة العملية أنت لا تعمل الكلام ده، وأنت لا تروح تجيب الكيو ييلد وتشتغل بيه. في الحالة الجامعية وفي المسائل أنا اللي هديك قيمة الكيو ييلد دي، يمكن وإن كنت أنا أفضل على المستوى الشخصي ان لا انت اللي تجيب الكيو ييلد دي حتى في الحاله الجامعيه، عشان تتدرب من دلوقتي ان يجي لك الشرط ده مثلا في الامتحان، ويبقى مديك بقى معامل النفاذيه، هو اصلا بيبقى معطى معامل النفاذيه في المساله بطبيعه الحال، كل اللي هيدوا لك بس طريقه تنفيذ البير، فتدخل انت تجيب ايه الكيو ييلد بس. مش مشكله، المهم ان انت تبقى عارف طريقه الحل او طريقه التصميم. وزي ما انا بقول لك في الحاله العمليه بره انت اللي بتجيب قيمه الكيو ييلد دي، مش بتبقى جيفن طبعا في المساله، لكن في الحاله الجامعيه بتبقى جيفن. فانت لو عايز تكتب ورايا بس الملحوظه دي، ان قيمه تصرف الخضوع بتكون جيفن في المساله،
لكن في الحياة العملية احنا اللي بنحسبها من هذا الشرط او من الرسم البياني اللي قدامك ده، يعني لو انت عاوز تكتبها بالعربي. تعالى بقى ندخل على المصطلح الثالث، الـ Pressure Relief System. خلينا نتأمل كده الرسمة اللي قدامنا دي ونحاول كده نفهم ايه القصة اللي قدامنا دي. دلوقتي واضح ان انا كانت عندي قطعة ارض عايز احفر فيها علشان انفذ المنشأ بتاعي. كانت الجسات بتقول ان تتابع الطبقات عبارة عن كلاي وبعدين رمل. ايا كان بقى وضع المسألة بتاعي، هل في جيران، هل انا عملت سند جوانب حفر ولا لا، كل التفاصيل دي لا تعنيني. القصة كلها ان انا خلاص حفرت الدبس فاونديشن بتاعي ووصلت للمنسوب ده اللي هو منسوب التأسيس، ووجدت نفسي لسه مرتكز على طبقة الكلاي اللي هي الطبقة اللي لونها لبني دي طبقة كلاي. انا لسه جوه طبقة الكلاي، لسه ما وصلتش للرمل. كل القصة انه اثناء عملية الحفر انا ممكن الاقي شوية المية، من ان منسوب المية سالب واحد، فانا ممكن الاقي شوية مية هنا اثناء الحفر، فانا دول سهلين، انا ممكن انزحهم بخرطوم ومضخة، انزح المية من قلب الموقع وانا عمال احفر، او انزح بعد ما احفر ايا كان. يعني قصدي شوية المية اللي هنا دول امرهم سهل. فالسؤال اللي بيطرح نفسه ايه؟ ان انا دلوقتي انا اصلا نسح المياه الجوفيه ده كان الغرض منه زي ما انا قلت لك زمان هو منع دخول الميه للموقع، او نسح الميه من داخل الموقع علشان اقدر انفذ الاساسات بتاعتي بالاصول الهندسيه المعروفه عن ناشف، ما يبقاش في ميه. طب ما انا دلوقتي الطبقه التربه بتاعتي اللي حوالين الحفر بتاعي كلاي، الكلاي ده اصلا تربة غير منفذة عمليا، هي أصلا نفاذيتها قليلة جدا 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 على ما المية تبدأ تدخل عندي، على أساس يعني إن الكلاي ليه نفاذية بس قليلة قوي. فعلى ما المية تبدأ تخش لي عندي من الطبقات دي من الجوانب مثلا أو من تحت، هتاخد وقت طويل قوي أكون أنا خلصت الأساسات ونفذت حائط خرساني مثلا أو أيا كان. فانا ممكن هنا ما اعملش نظام نسح ميه جوفيه. قال لك بس ثانيه واحده، هو في بقى مشكله. ايه المشكله دي؟ بتبان قوي في المنشآت اللي عمق الحفر بتاعها كبير. ممكن تكتب دي كمان ملحوظه عندك، المشكله دي بتظهر قوي او بتبان قوي لو عمق الحفر كبير. ايه بقى المشكله دي يا باشمهندس؟ قال لك انا عندي الطبقه الحامله للميه اللي نفاذيه الميه فيها عاليه، الساند تحت اهي. قال لك تربه التاسيس بتاعتك اللي هي التربه اللبني اللي هي متقشره باللبني دلوقتي بقت بتاثر عليها قوتين، قوه الوزن الاسفل، ودي حسبتها سهله، وزن عباره عن كثافه في حجم، او لو انت عاوز تجيبها بوحدات الطن على المتر المربع يبقى جاما ساتوريشن في الاتش سويل، كانك بتحسب توتال ستريس. يعني الدبليو ده كانك بتحسب توتال فيرتيكال ستريس، جاما ساتوريشن في اتش سويل، جاما التربه في اتش التربه. يبقى انا كده حسبت وزن الطين لاسفل. طب وقوه الرفع المائي بقى الابليفت اللي ظهر ده؟ الابليفت دايما بيساوي جاما ووتر في اتش ووتر. الاتش ووتر فين؟ اهي هي دي، اللي هو من اول منسوب الميه اللي هو السالب واحد لغايه اعلى طبقه الرمل او اسفل طبقه الكلي، دي اتش ووتر. فيبقى قوه الرفع بتساوي جاما ووتر اتش ووتر.
ليه انا بقول لك بقى ان كل ما عمق الحفر ده بيزيد كل ما المشكلة دي بتظهر اثرها وبتزيد، لان كل ما عمق الحفر ده بيزيد في الغالب هتلاقي ان الوزن ده اللي قوة الوزن الاسفل بيقل، لان انت عمال تاكل في الطين اللي هو بيساعد على الاتزان اللي هو الوزن، وممكن كمان تلاقي ان الابليفت بيزيد لو انت طبقة الساند كانت تحت شوية. هي المشاكل دي عموما بتبان كتير قوي في المنشآت تحت الارضية، اللي انت لو انت بتعمل كمان انفاق او بتعمل بيارة، البيارة بيبقى منسوب التأسيس بتاعها سالب 15 لسالب 20 متر، اللي هي القيسونات المفروض ان انت هتاخد فكرة عنها الترم ده. فتخيل لما يبقى عندك الاتش ووتر اللي هو اصلا الابليفت بيساوي جاما ووتر اتش ووتر، تخيل ان الاتش ووتر دي تبقى 15 متر، يعني 15 في واحد يعني كأنك بتتكلم في ابليفت ب 15 طن على المتر مربع. ده رقم فظيع على فكرة، ده رقم فظيع وجبار. ممكن علشان اخليك تحسه افكرك ان انت لما بتيجي تصمم البلاطة بتاعتك السوليد سلاب مثلا، كنت بتحط عليها حمل حي 2 من 10 طن على المتر مربع، ده الحمل الحي اللي احنا بنصمم عليه البلاطات في المباني السكنية، 2 من 10 طن على المتر مربع. شوف الفرق ما بين 2 من 10 ل 15. المهم عشان ما نرغيش كتير في النقطة دي، يبقى أنا عندي كتلة التربة دي عليها قوتين W لأسفل وأبليفت لأعلى. عرفنا بنحسب الاتنين ازاي؟ بحسب معامل الأمان اللي هو دايما زي ما انتوا عارفين عبارة عن القوة المسببة للاستابيليتي أو القوة المقاومة على القوة المسببة للانهيار، يعني ال W أو الوزن على الأبليفت. لازم يكون معامل الأمان ده أكبر من أو بيساوي 1.1، وإلا لو معامل الأمان ده محققش الرقم ده وكان أقل، ساعتها أضطر أنزح المياه الجوفية. هتقول لي أنا استفدت إيه لما أنزح المياه الجوفية؟ أقول لك هستفاد إن أنا لما أنزح المياه الجوفية إن منسوب المياه ينزل من سالب 1 مثلا لسالب إيه 3 مثلا، أو سالب 4 أيا كان. فايه اللي يحصل؟ فالاتش ووتر ده هيتقل، فايه يحصل؟ فالابليفت يقل، فمعامل الامان ده يزيد. ده موضوع الايه البريشر ريليف سيستم. يبقى لما تلاقي في المساله بتاعتك يقول لك ديزاين للبريشر ريليف سيستم، انت خلاص فاهم يعني ايه بريشر ريليف سيستم، نظام تخفيف الضغط، وفهمت كمان ليه اتسمى كده. وانت بتقلل ضغط ايه؟ انت بتقلل ضغط الابليفت على تربة التأسيس بتاعتك. طبعا الابليفت ده بالمعنى البلدي كده عايز ياخد طبقة التأسيس اللبني دي ياخدها ويعومها، يعني ينطرها لفوق. تمام، ده كده بالنسبة لموضوع او لمصطلح نظام تخفيف الضغط. تعال بقى ندخل على الديزاين بقى نفسه. وأول نوع من المسائل هي مسألة الخندق، بس قبل ما أكتب الخطوات بتاعتها، لو أنت بتكتب ورايا عايزك تكتب إن الخطوات، اكتب كده 3 خطوات رئيسية. يعني أنا هديك دلوقتي 3 خطوات رئيسية، عناوين رئيسية للخطوات، هنبدأ نفصصهم دلوقتي في نقط بالتفصيل. فأنت لو بتكتب ورايا عايزك تكتب ال3 خطوات الرئيسية دول، اكتب كده الخطوات الرئيسية. رقم 1، تحديد معادلة التصميم المستخدمة. رقم 2، حساب قيمة ال L وال HE. رقم 3، حساب عدد الآبار والتقسيط.
الان والاس، دول ثلاث خطوات رئيسيه. دايما كده انت بتحل المساله تمشي كده بالمنهج ده. انا عايز احدد معدل التصميم، هحتاج احسب في الخطوه رقم 2 ال ال والاتش اي. خلاص كده ببدا اخلص المساله بتاعتي وبطلع عدد الابار والتقسيط. خلي بالك التصميم هو اخر قيمتين دول، عدد الابار بتوعك كام والتقسيط كام، عشان اقدر انفذ في الطبيعه. اقول للمقاول انت هتنفذ الابار الاباريه بتقسيط كذا. طيب تعالى بقى نستعرض الخطوات الثلاثه دول بالتفصيل. اول خطوه تحديد معادله التصميم المستخدمه. طب دي هحددها ازاي؟ قال لك عشان احدد المعادله دي يلزمني شويه معلومات. اول معلومه، ابص على قطاع التربه بتاعي عشان ابدا احدد التصرف بتاعي ارتوازي ولا جاذبيه ولا مشترك. كلام سهل، والمفروض انت عارف الفرق ما بين الثلاثه من السكشن اللي فاتوا من المحاضره. رقم 2، قال لك لازم اشوف الاختراق بتاعي اختراق كلي ولا جزئي. اقول لك ثانيه واحده بقى، احنا لسه ما نعرفش يعني ايه اصلا اختراق كلي ولا جزئي. دي لو انا عندي الطبقه اللي فوق دي كانت الكلاي، والطبقه اللي تحت دي كانت كلاي، والطبقه اللي في النص دي هي الرمل، يعني انا كده متوقع ان التصرف ده هيبقى ارتوازي او مشترك، انما مش هيبقى جاذبيه. البير بتاعي لما اجي انفذه، افكرك الجمله دي كانت موجوده في اختبار من الاختبارات اللي احنا قلناهم السكشن اللي فات بتاع البامبنج تيست، لما قلت لك ان البير بتاعك ممكن تعمله بحيث انه يوصل لاسفل طبقه الرمل تحت خالص، ويبقى ساعتها البير اخترق كامل عمق طبقه الرمل، يبقى ده اسمه اختراق كلي. او ان البير يخترق مسافه معينه بالشكل ده، هنسمي المسافه دي قدام W. وطبعا خلي بالك المسافه الكليه دي، المصطلح ده احنا واخدينه من السكشن اللي فات، اسمه دي كابيتال، ما تنساهوش الدي كابيتال. فلو الاختراق كان جزء من الدي او جزء من عمق طبقه الرمل مش كلي، بنسميه ساعتها اختراق جزئي. طب وده بيبقى حسب ايه؟ قال لك حسب طول المواسير عند المقاول. هل المقاول عنده مواسير تكفي تعمل البير ده كله، ولا الطول عند المقاول يدوبك يعمل اختراق جزئي بالشكل ده؟ واحنا كمهندسين بنعرف نصمم كده وبنعرف نصمم كده. هو المقاول بس يقول لك انا البير بتاعي هقدر انفذه كم متر، وبالتالي انت ايه تدوس وتشتغل. يبقى دي تاني معلومة. تالت معلومة، هل المسألة بتاعتك مصدر مية واحد ولا مصدرين؟ يعني ايه بقى مصدر مية ولا مصدرين؟ دي برضو حاجة جديدة أول مرة نشوفها. لو أنا باصص من فوق، واقف في السماء طاير في طيارة وببص على المسألة من فوق، البلان ده الخندق، وزي ما أنا اتفقت معاك السكشن اللي فات إن الآبار الإبرية بتبقى خط طويل قطرها صغير تقسيط صغير، بيبقوا جنب بعض فبيعملوا أو بيشتغلوا كيونت واحدة، بنسميها خط آبار. حلو قوي. طب وبعدين؟ قال لك لما يبقى عندك، انا عايزك بقى تكتب ورايا كده سنجل رو، ده اللي انت هتكتبه سنجل رو. سنجل، معلش بقى الخط يعني زي ما انتوا عارفين انا بكتب بالماوس، سنجل رو يعني صفه واحده زي المساله ما انا راسمها كده. تعمل سهم كده وتكتب تو ووتر سورس، تو ووتر سورس، اتنين مصدر مية. يعني ايه بقى اتنين مصدر مية؟ يعني خط الابار ده هيسحب المية من اليمين وهيسحب المية من الشمال، فساعتها بنعتبر ان السنجل رو بيسحب مية من يمتين، يعني المسألة بتاعتي تو ووتر سورس او اتنين مصدر مية. طيب
تمام. طب افرض بقى ان المسألة بتاعتي ما كانتش سنجل رو، ده كان في كمان، هو في المعتاد السنجل رو بيبقى كافي جدا، بس خلينا نفرض ان كميات المية اللي انا عايز انزعها كبيرة شوية، وانا مضطر في الديزاين استخدم كمان صفة، فبقى عندي دبل رو. يعني انا عايز بس الفت نظرك لايه، ان احنا عمليا بنحتاج الدبل رو او صفتين بدل صفة واحدة بالعقل كده، لما تبقى محتاج عدد ابار كبير. طب انا محتاج عدد ابار كبير امتى؟ لما الكيو تبقى كبيرة. ارجع بقى للمعادلات اللي احنا استنتجناها السكشن اللي فات، تلاقي ان الكيو دي كانت دالة في الكي مثلا معامل النفاذية. يعني التربة بتاعتك لو معامل النفاذية بتاعها عالي هتحتاج ابار كتيرة، وهكذا. يعني اللي انا اقصده ان انت ممكن في التصميم تلاقي نفسك محتاج عدد ابار كبير جدا، فتحتاج دبل رو. ده في الحياة العملية طبعا. في المسائل برضو هنا في الكلية احنا اللي بنقول لك تشتغل سنجل ولا دبل. فتخيل بقى ان انا عندي دبل كده، ساعتها الصفة دي احترمت نفسها وبتسحب من اليمين بس، والصفة دي احترمت نفسها وبتسحب من الشمال بس. في الحالة ديت يا باشمهندس هتكتب بقى تحت السنجل رو دي الدبل رو، اكتبوها انتوا بقى، انا مش هكتب معاكم عشان انا تعبت من الماوس ده. اكتب دبل رو وسهم كده سنجل ووتر سورس. اتمنى تكون مفهومه، هي بسيطه وسهله جدا. الفكره كلها ان انت لو عندك صفه واحده فهي اللي بتسحب من الناحيتين، فبنعتبر المساله اتنين مصدر ميه. لو عندك صفتين كل صفه احترمت التانيه وبتسحب من ناحيه واحده، فبتبقى المساله مصدر ميه واحد. بمعلومية التلات معلومات دول والمعلومة الرابعة ان انا اصلا في سيكشن وفي مسألة ابار ابرية، يعني ممكن تزود معلومة كمان هنا ان انا في مسألة ابار ابرية. بمعلومية الاربع نقط دول بحدد اول خطوة رئيسية انا متفق معاك عليها، اللي هي معادلة التصميم المستخدمة. كده اول خطوه خلصت طبعا، ودي اصلا اسهل خطوه، مفيش حاجه اصلا. مهم بس انك تقرا المساله بتاعتك صح وتحدد المعادله صح. لما نيجي نبص على المعادله بتاعتنا هنلاقي ان معادله التصميم دي بتبقى عباره عن التصرف بيساوي حاجات كتير على حاجات كتير. يعني المعادله نفسها مش لا تعنينا في حاجه دلوقتي، بس الفكرة ان انا هلاقي ان المعادلة دي كل حاجة فيها معايا ما عدا ال L وال H E. طبعا ال L دي اللي هي المسافة لأقرب مصدر مية، أتمنى تكونوا مذاكرين وعارفين إيه هي ال L دي، وال H E ده اللي هو ارتفاع المية داخل خط الآبار، كنت أنا لسه رسمه من شوية. لو حد مش فاكر الكلام ده ومحتاجني أفكره بيه أفكره، مفيش مشكلة، وقفني بس وأفكره. لكن هي الفكرة ان هلاقي ان ال L وال H E موجودين في المعادله وهم مش جيفن، هم مش معايا. فدي تاني خطوه رئيسيه، انا عايز احسب ال L وال H E. طب هنحسبهم ازاي؟ بالنسبه لل L، ويمكن ده كان سؤال زميل ليكو السكشن اللي فات، باخده الاقل من قيمتين. القيمة الأولانية لو في ترعة فعلا أو مصرف أو نهر أو أيا كان في مصدر مية قريب فعلا من الموقع بتاعك، البعد المصدر ده بعد مصدر مية عن الموقع ده، ده القيمة الأولانية. وده لو موجود هيبقى رقم جيفن في المسألة، يعني هيقولك في المسألة كده إن أقرب ترعة للموقع بتاعك بتبعد على بعد 250 متر، يبقى الرقم ده هكتب كده عليه 250. او في معادله، المعادله دي بتقول ان ال L بيساوي C جذر ال K H ناقص ال H E.
هحسب ال من المعادلة دي، سي مثلا طلع ان الرقم ب 200 متر، 200 متر و250، هاخد الرقم الاقل اللي هو ال 200 واعتمد ان ال 200 دي هي ال. قال لي بس ثانية واحدة، قلت لك نعم انت بتضحك عليا ليه؟ ال اصلا المعادلة فيها ال اتش اي، وال اتش اي اصلا مجهول مش معايا. اوبس، ده كده في مشكله ان انا معايا المعادله اللي عايز احسب منها ال ال اصلا فيها مجهول اللي هو الاتش اي. طب وبعدين؟ قال لك اركن المعادله دي على جنب وسميها لي المعادله رقم واحد، احاول اجيب معادله كمان في ال ال والاتش اي احلهم مع بعض اجيب قيمهم. طب ثواني، في ملحوظه، تاخد خط كده او سهم من المعادله دي وتكتب ورايا ملحوظه مهمه جدا جدا. الكي اللي هو معامل النفاذية، اكتب ورايا كي اللي هو معامل النفاذية في المعادلة دي، الكي يتم التعويض عنها بوحدات متر بير سكند، متر على الثانية. ده لازم، المعادلة دي أصلا معادلة وضعية، فالكي دي لازم تلتزم بالوحدات اللي أنا بقول لك عليها، متر بير سكند. طبعا بتطلع ال ال برضه بوحدات متر، يعني عشان بس محدش ايه يقول لي الوحده اللي طالعه دي ايه، يعني اذا الكي بتعوض عنها متر بير سكند وتطلع لك يبقى تاخد سهم تكتب الكي متر بير سكند والال متر. طيب المعادله الثانيه اللي انت بتقول لي هتجيبها بقى، هتجيبها منين؟ قال لك في معادله، انا هديك اصلا كمان شويه شرط كده او جدول في كل معادلات تصميم المسائل بتاعتك، كل معادلات التصميم المختلفة هتلاقي في جنبها بقى عمود في معادلات اسمها درو داون. يعني بصوا انا هحاول اكتبها بقى بالراحة عشان تكتبوها ورايا، درو داون، معادلة اسمها معادلات الدرو داون. ايه معادلات الدرو داون دي؟ اكتبوها بس الاول ورايا عشان افهمك يعني ايه معادلة درو داون. هي درو داون دي معناها بالعربي التخفيض، ممكن تكتبها بالعربي معادلات التخفيض مش مشكله. يعني انت المساله بتاعتك اهي، وادي البير، وادي الايه، ايه التخفيض؟ التخفيض ده اللي هو المسافه دي، يعني مثلا على بعد مسافة واي من البير، على بعد مسافة واي من البير كان منسوب المية الأصلي. مهندس مهندس، أيوة قول اتفضل. هو السي دي اللي هي الكوهيجن بتاع التربة صح؟ لا لا، السي ده كونستنت، هيبقى معانا يمكن أنا اللي ما دخلتش فيه. ماشي مفيش مشكلة، السي ده ثابت، الثابت بيبقى معطى في المسألة. طب وفي الشغل على حسب ايه بقى؟ في الشغل هو الثابت ده بيتراوح ما بين 1000 ل 1500، يعني انت بتفرضه حسب مسألتك كده، بتفرض رقم معقول منطقي للكونستانت ده. تمام، لكن في الامتحان جيب. في الامتحان بيبقى جبن عشان نوحد الارقام، لكن هو في الشغل انت ممكن تاخده من 1000 ل 1500. تمام فقال لك لو انا رحت او بعدت مسافه واي من البير بتاعي كان منسوب الميه الاصلي هنا عند النقطه الحمراء دي قبل ما انزح، وبعد ما نزحت حصل تخفيض بالقيمه دي، بنسمي القيمه دي زد. التخفيض في المسائل بعد كده، او لو انت شفت المصطلح زد ده تفهم ان ده معناه التخفيض. معادلات الدرو داون دي بتساعدك انك عند اي مسافة واي من البير تقدر تحسب التخفيض اللي هو الزد ده. طيب انت دلوقتي عايز تحسب ايه بقى؟ انا عاوز احسب الاتش اي. ايه الاتش اي ده؟
ال اتش اي اللي هي المسافة دي فقال لك ما هنستخدم معادلة التخفيض ليه؟ اصل انا برضو ممكن احسب التخفيض بدل ما انا بحسبه عند مسافة واي من البير ممكن احسبه عند قلب البير نفسه ما ده برضو تخفيض زد بس خلينا مثلا نسميه زد اي ده التخفيض بس في قلب البير نفسه فانا لو معايا زد اي ده وانا عارف ان المسافة دي كلها عبارة عن اتش كابيتال الكلام ده هيبان في الرسومات النظيفة دلوقتي انا بس بحاول ألقط معاك يعني ايه معادلة التخفيض فلو انا جبت الزد اي ده اهي ومعايا الاتش كابيتال اقدر اطرح الزد اي من الاتش كابيتال اجيب الاتش اي لو ما فهمتش الكلام دوت او في مشاكل فيه مش مشكله هو مش مهم قوي المهم ان انا اللي عايز افهمه لك او الكلام بمنتهى البساطه في معادلات اسمها معادلات التخفيض ممكن تكتب ورايا مفيش مشكله معادلات التخفيض بتساعد في حساب قيمة التخفيض في منسوب المية الجوفية عند أي بعد من البير بتاعك وهي في نفس الوقت طبعا اللي هتساعدنا نحسب الـ HE المعادلات دي بتبقى given وبتبقى موجودة برضو في الجدول اللي أنا هدولك كمان شوية هتلاقي إن المعادلة دي هيبقى فيها برضو ال L وال HE يبقى انت كده معاك معادلتين تحل المعادلتين سوا تجيب قيم ال L وال HE دي تاني خطوة رئيسية لحساب قيم ال L وال HE الكلام بالبلدي خالص بدون الخوض في تفاصيل ان انا بجيب معادلتين بحلهم مع بعض اجيب قيمة ال L وال HE دي الخطوة التانية حد عنده أي مشكلة؟ تمام الخطوة الثالثة بقى الرئيسية اللي أنا كنت مملاها لك في الأول خالص خلاص حساب عدد الآبار والتقسيط ما فكرك أنا أصلا كنت بروح أجيب ال L وال H E ليه؟ لقيت إن ال Q اللي هي معادلة التصميم بتاعتي كل حاجة فيها معلومة معايا ما عدا ال L وال H E فبما إن القيمتين دول بقوا معايا خلاص خلاص اقدر دلوقتي ارجع لمعادلة التصميم اعوض فيها بحسب الكيو والكيو دي بنسميها كيو توتال ليه؟ لان افكرك زمان السكشن اللي فات كنت بقول لك دايما استنتاج الاستنتاجات بتاعتنا كنت بقول لك استنتاج تصرف لخط ابار ما كنتش بقول لك لبير كنت بقول لك لخط ابار وجيت لك في البير العميق لما بقى بير واحد بيسحب بصورة دائرية من جميع الجهات قلت لك بير واحد عميق فإذا الكيو اللي انت حسبتها ديت محسوبة لخط الأبار كله طب لو أنا معايا قدرة المضخة أو بلاش بقى قدرة المضخة لأن هي مضخة واحدة للسيستم كله أصلا لو أنا اديتك الكيو ييلد بقى أو الكيو ويل لو اديت لك تصرف البير الإبر الواحد خلاص يبقى اذا العدد هو تصرف خط الابار الكلي اللي هو الكيو توتال اللي انا حاسبه من المعادله مقسوم على الكيو ال اللي يديني العدد فاضل لي التقسيط اللي هو المسافه ما بين البير والتاني ودي قانونها بيبقى ان التقسيط بيساوي طول خط الابار اللي هو المسافه بتاعه طول خط الابار ده مقسوم على الان اللي هو عدد الابار يعني ممكن تكتبها اس بيساوي طول خط الابار مقسوم على ال ان بس دي خطوات لو حد في اي حاجه وقعت منه احنا هنستعرض الخطوات دي دلوقتي بقى في المسائل احنا هنحل مسالتين على الخندق ومساله على مسائل الارض المستطيله الشكل وعلى ومساله على مساله الارض دائريه الشكل يعني اربع مسائل انا هبدا باول مساله وهحاول ارسمها معاك عشان برضو اعلمك بنرسم ازاي واحده واحده وبعد كده الثلاث مسائل الجايين مش هرسمهم ولو حد عايزني ارسمهم هرسمهم مفيش مشكله بس اعتقد ان واحده ممكن تبقى كفايه انا بس عاوز
اضرب معاك مثال ازاي تحول المساله اللفظيه لرسمه، لان المساله بتجيلك كده في الامتحان مش مرسومه. The section of trench excavation. trench دي يعني خندق، يبقى انا عرفت خلاص المساله بتاعتي مساله خندق، 1.5 متر وايد اند 3 متر ديبس 150 متر لونج. يبقى انا دلوقتي هعمل كده، هرسم سطح الارض بتاعي اهو، هنزل 3 متر لو عمق الحفر. يبقى اذا عمق الحفر ده كان 3 متر، وعرض الحفر بتاع الخندق كان 1.5 متر، وطول الخندق بقى في البعد الثالث 150. السويل بروفايل، لما عمل جسات للتربه المقاول لقينا في المعمل ان السويل بروفايل بيتكون من 5 متر ميديوم كلاي، عندنا هنا 5 متر، ونقوم شادين خط كده. ممكن تعمل تهشير بسيط كده وتكتب لي على البعد ده 5 متر، وتكتب كده نفسك بس كلاي. underlain by 4 meter fine to medium sand، تحت الكلاي في 4 متر ساند، وتشد خط برضه تحت كده. يعني التهشير ده بيقول لك ان النفاذيه هنا معدومه تحت وفوق، يعني ان التربه بتاعتك محصوره بين طبقتين غير منفذتين. يعني دماغي كده بدات ترمي على ارتوازي. بعد ال 4 متر الرمل بتوعي كان الرمل بيرتكز on very stiff to hard clay، خلاص ماشي، وما يشغلنيش بقى عمق الكلاي اللي تحت كام، يبقى ده sand وده clay. The initial ground water table is negative 1 meter. اقوم جاي هنا وشادد خط وعمل عليه كده الانديكيشن بتاع المياه الجوفية، وممكن اكتب عليه كده سالب 1 متر. one row ها، فاكر مصدر ميه ولا اتنين؟ ها one row of 9 meter in length. 9 meter in length، قال له 9 متر in length، يعني انا لو دقيت صف الخوازيق هنا اهو، ادي 5 وده 4، ده 5 زائد 4 ب 9 برضه. يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان البير بتاعك اخترق كامل طبقة الرمل، معناه ان نوع الاختراق اختراق كلي مش اختراق جزئي. يبقى انا من الجملة دي عرفت معلومتين، 2 مصدر مية عشان انا عندي صفة آبار إبرية واحدة، واختراق كلي لأن طول البير 9 متر. well point 0.05 meter in diameter، المعلومة دي ما تلزمكش في حاجة. أفكرك إن برضو السكشن اللي فات كنت قايل لك إن قطر الآبار الإبرية صغير جدا وما بيدخلش معاك في التصميم. قطر البير العميق هو اللي عشان كبير بيدخل معاك في معادلات التصميم. ففكر، اكتب ملاحظة كده في المسألة دي، أو خد من الجملة دي كده سهم واكتب ملاحظة لنفسك ملحوظة عشان بس ما تتلخبطش من المعطى ده. قطر الآبار الإبرية لا يؤثر في التصميم. السكشن الجاي بقى هتلاقي إن في الآبار العميقة بيأثر في التصميم. تمام. Place the 1 meter apart of the trench. يعني أنا جيت الآبار الإبرية دي بعدت 1 متر كده، البعد ده بعدت 1 متر عن الخندق، وقمت منفذ الآبار بتاعتي. was used for the watering process with yield discharge of the well. اداك دي الكيو ويل، فاكر الكيو ويل اللي احنا كنا بنقسم عليه في اخر المسألة تصرف البير الواحد؟ ده الكيو ويل ب 0.0004 متر كيوب بير سكند. coefficient of permeability اداهولك، والكونستانت اداهولك ب 1200. هتلاقي الكونستانت ده في المعتاد من 1000 ل 1500. هو في المسألة قال لك استخدمه ب 1200، ده الكونستانت اللي أنا
هعوض فيه في المعادله بتاعه ال. بيقول لك صمم البريشر ريليف سيستم اللي انا خلاص اتفقنا يعني. يعني ايه بريم؟ همسح بس الرسمه دي ولا حد عاوزها قبل ما امسحها؟ هي كده كده موجوده في الايه، في السلايد الجايه موجوده كويسه جدا يعني. وانا بقرا المساله بتاعتي استنتجت الاربع حاجات دول، ان المساله بتاعتي ابار ابريه والبوينت والسريان او التصرف بتاعي نوعه ارتوازي، ده استنتجته من الرسمه. ثالث حاجه ان الاختراق بتاعي اختراق كلي، وده برضو استنتجته من الرسم. رابع حاجه ان انا عندي صفه ابار ابريه واحده، ودي كانت مذكوره صريحه في المساله، يعني 2 مصدر ميه. كده انا اقدر ادخل على اول خطوه رئيسيه، ألا وهي تحديد معادلة التصميم المستخدمة. ده الجدول اللي أنا بقول لك هديهولك كمان شوية في الفايلز اللي موجودة في التيم. هتلاقي عندك كاتب لك حالة التصميم أو حالة الووتر فلو، وبالتالي المعادلة بتاعة التصميم هي بتقول إيه. هنجد إن بالمعلومات اللي إحنا طلعناها في المسألة، كانت المسألة بتاعتي سنجل رو فول بنتريشن ويل بوينت، تصرف ارتوازي ارتيزيان. هتلاقي ان معادله التصميم هي 2 كي دي اكس على ال في الاتش ناقص الاتش اي. اقول ملاحظه صغيره، المعادله اللي استنتجناها السكشن اللي فات لما كان عندي خط ابار بجيب له الكيو، المعادله اللي استنتجناها السكشن اللي فات مش هتلاقي فيها الاثنين ده. هتلاقي ان المعادله كانت بتقول كي دي اكس على ال في الاتش ناقص الاتش اي، والاثنين دي مش موجوده. طب الاثنين دي جت منين؟ ما هي المعادله اللي احنا استنتجناها السكشن اللي فات ده اهي، كنا بنسحب الميه لو تفتكر من يمه واحده، من اليمه اليمين. فبما اني دلوقتي عايز اسحب من اليمتين لان المساله بقت 2 مصدر ميه، فبنضرب المعادله اللي استنتجناها دي في 2. ده بس تعليق صغير على الاثنين دي. يبقى ممكن الاثنين دي تاخد دوريه مثلا وتشاور عليها، تكتب ضربنا المعادله المستنتجه في 2 لان المساله 2 مصدر ميه. دي بس محفوظه لنفسك، لكن المعادله كده كده بتبقى جيفن موجود فيها الاثنين جاهزه. معادلة الدرو داون اللي انا قلت لك عليها بقى، اللي هنستخدمها في حسابات ال ال والاتش اي اهي. الجزء ده ان الاتش كابيتال ناقص اتش سمول بيساوي ال ناقص واي على ال في الاتش ناقص الاتش اي. هيبان المصطلحات ديت في الرسمه دلوقتي لما نرسم. تعالى بقى نبص على الرسمه اللي احنا لسه رسمناها شويه من شويه. ادي الخندق بتاعي عرضه 1.5 متر، وعلى بعد 1 متر دقيت خط الابار بتاعي اللي طوله 150 متر. منسوب المياه الجوفيه قبل النسح كان 1 متر. تتبع الطبقات كان كلاي 5 متر على رمل 4 متر. تمام. اول حاجه تعال نتعرف على المصطلحات دي الاول. اول حاجه الاتش، الاتش ده من الاسبوع اللي فات عارفين ان هو من اوطى نقطه في المساله، اللي هو اسفل طبقه الرمل الحامله للميه لغايه اعلى نقطه في الميه الجوفيه اللي هو منسوب الميه الاصلي. كل الارتفاع ده بنسميه اتش كابيتال، اللي هو لو انا عاوز احسبه هيبقى 4 زائد 5 ناقص 1. الأربعة دي زائد الخمسة دي واطرح الواحد ده يعني 8. يعني الاتش ده المفروض ان هو ب 8 متر. تمام.
الاتش اي عارفين برضو من الاسبوع اللي فات ان هو ارتفاع خط الميه او ارتفاع منسوب الميه داخل خط الابار اللي هي المسافه ده، وهو للاسف مش هقدر استنتجه من الرسمه. هو والال ده اهي، الاتش اي والال ده اهي، ما بقدرش استنتجهم من الرسم ولازم استنتجهم من القوانين، المعادلتين اللي هنحلهم مع بعض. طيب فاكر بقى لما قلت لك ان انا عندي معادله التخفيض بقدر على بعد واي من البير احسب التخفيض بتاعي كان كام اللي هو الزد؟ هو انت نجاحك في المساله بتاعتك بيتحقق امتى؟ كنا بنقول ان انا عاوز اخفض منسوب الميه الجوفيه تحت منسوب التاسيس بمسافه ما تقلش عن نص متر. فمن شكل منسوب الميه بعد النسح اللي هو واخد الشكل المنحنى ده، هتلاقي ان الموست كريتيكال بوينت، ان اخطر نقطه لازم تشيك عليها وتبقى محققه نص متر، هي النقطه ده اهي، هعملها بالاحمر برضو عشان تبقى باينه اكتر. النقطه دي اليمه دي، النقطه دي هي اخطر نقطه اللي لازم تحقق تخفيض عندها نص متر، فتبقى انت ضمنت كده ان كل النقط اللي بعدها وانت رايح ناحيه اليمين التخفيض اكبر من نص متر، فانت كده في السيف سايد. فمن هنا بنشد بعد اسمه واي من خط الابار بتاعك لابعد نقطه اللي هي النقطه ده اهي، اللي هي النقطه اللي انا معلم عليها بالاكس بالاحمر، وتبقى دي المسافه واي. المسافه واي دي على فكره معلومه، هي عباره عن 1 متر اهي زائد 1.5 متر، يعني الواي ده اهي من الرسمه اقدر اقول ان هي ب2.5 متر. والتخفيض اللي هنا في الميه برضو معلوم. هتقول لي ازاي؟ اقول لك يا باشمهندس، ما هو انا عارف ان ان عمق الحفر بتاعي تقريبا في المساله دي كان 3 متر، وعارف ان منسوب المياه الاصلي كان سالب 1، يتبقى لك 2 متر. يعني المسافه من منسوب المياه، هي طبعا المساله مش مرسومه بسكيل، بس يعني ده معناه ان المسافه 3 ناقص 1 3 لو عمق الحفر كله ناقص المتر ده، يتبقى لك تحت منسوب الميه اللي هي المسافه دي 2 متر. تزود على ال 2 متر دول النص متر اللي هنا، ده معناه ان التخفيض في منسوب الميه عند النقطه دي ب2.5 متر. حد وقع مني؟ أنا كل ده بحكي المسافة من منسوب المية الأصلي لمنسوب المية النهائي على بعد واي بيساوي كام؟ هكمل بعد الأذان يا شباب.
يبقى احنا اتفقنا ان التخفيض الزد عند النقطة دي اللي هي بتبعد مسافة 2.5 متر من البير بتساوي 2.5 متر. تمام. يبقى برضو لو انا الاتنين ونص متر دي انا عارف ان الاتش بتاعتي اللي هي المسافة من هنا لهنا انا استنتجتها مرة كانت ب 8، يبقى انا لو عايز اجيب الاتش سمول ده اهي هتبقى عبارة عن 8 ناقص 2.5 متر اللي هي 5.5. انا كل اللي عاوز اقوله لك ان انت بعد ما ترسم المسألة بتاعتك في شوية حاجات لازم تستنتجها، ممكن نكتبهم سوا كده مع بعض. اكتب كده ملحوظة لنفسك، بعد الرسم لابد من استنتاج قيم الرموز الآتية: ال H كابيتال، ال Y، وال H سمول. احنا استنتجنا من الرسمه بتاعتنا ال H كابيتال وال Y وال H سمول، اللي انا متاكد مليون في الميه ان انت لو قعدت بالراحه كده ورسمت المساله سهل جدا تستنتجه. لو حد واقف معاه استنتاج اي رقم يقول لي، لان دي مساله احنا بنتعب فيها قوي، انما المسائل الجايه هتبقى بالمثل، نفس تقريبا الشغل في استنتاجات الرموز ديت من الرسم، فهتبقى سهله. تمام. تعال بس نمسح الشخبطة دي. أول خطوة أنا عملتها ليها تحديد معادلة التصميم المستخدمة وجبتها من الجدول. تاني خطوة أنا عايز أجيب ال L وال H E، هروح في المعادلة الرقم 1 أعوض فيها إن ال L بيساوي C جذر K H ناقص H E. ال C ده ثابت معطى في المسألة، الكي معامل نفاذية معطى في المسألة، ال H أنا لسه مستنتجه اللي هو ال H كابيتال، إنما ال H E ده مجهول وال L ده مجهول. عوض. ودي المعادلة رقم 1. أروح لمعادلة الدرو داون اللي هجيبها برضه من الجدول مع معادلة التصميم. هلاقيه بيقول لي إن ال H ناقص ال H سمول. خلي بالك انا بس عايز الفت نظرك، ال H كابيتال ناقص ال H سمول اللي هو الترم ده، ال H كابيتال ناقص ال H سمول بيديك الزد اللي هو درو داون، ما هي علشان كده اسمها معادله التخفيض، ان الليفت هاند سايد او الترم اللي على الشمال ده كله اللي هو الزد. يعني المعادله دي اللي هي L ناقص Y على L في ال H ناقص ال H E بتديك قيمة التخفيض على بعد واي من البير، فعشان كده المعادلة دي اسمها معادلة التخفيض أو معادلة الدرو داون. كل حاجة أنا استنتجتها، الـ H أنا استنتجته والـ H سمول استنتجته، ال Y استنتجته، ال H استنتجته، كل ده من الرسم، هيتبقى لي برضه ال L وال H E. تعوض بقى وتحل المعادلتين دول مع بعض ازاي؟ بالآلة الحاسبة. هتاخد ال L تحط كل الهيصة دي هنا وهنا، وتحط المعادلة الكبيرة الضخمة دي على الآلة الحاسبة وتعمل شيفت صوف. اللي خلاص المسألة بتبقى خلصت، انت جبت قيمة ال L كابيتال وال H E. ترجع بقى لمعادلة التصميم اللي انت جايبها من الاول تعوض فيها تعويض مباشر، ادي الاتنين، ادي ال K اللي هو معامل نفاذية، ادي ال D كابيتال اللي هي الاربعة متر اللي هو سمك طبقة الرمل، ادي ال X اللي هو طول خط الابار 150 متر على L اللي انت لسه جايبها 44.9 متر في ال H ناقص ال H E. ال H طبعا دي كانت ال H كابيتال اللي هي ب 8 متر، وال H E انت حسبتها ب 5.35.
طبعا انت كانت مشكلتك ان القيمه دي ما كانتش معاك والقيمه دي ما كانتش معاك، انت جبتهم اهو من معادلتين تانيين خالص. هتلاقي ان دي طبعا هي الكيو توتال بتاعت خط الابار كله، هتقسم على الكيو ال بتاعت البير الواحد كانت معطى في المساله ب 4 من 10,000، هتديك 35 وشويه بير، هنقربها بالزياده يعني 36 بير. تقسم ال 150 اللي هو طول خط الابار على 36 يديك التقسيط ب 4.16 متر. دي كده المسألة بتاعتك الديزاين كده خلص. حد عنده أي مشكلة؟ عشان المسائل الجاية احنا هنمشي فيها أسرع شوية من المسألة دي طبعا. يعني المسألة الأولانية أصعب واحدة لسه بنحل بالتفصيل. حد عنده أي مشكلة قبل ما أدخل في المسائل الجاية؟ تمام، اتمنى يعني ان السكوت ده يبقى علامه الرضا. قول اتفضل. هو احنا جبنا الاتش اي الاتش اي ملا اللي هي 5 35، ما هي دي ال والاتش اي دول اللي انا كنت بحل معادلتين مع بعض عشان احسبهم. خلاص تمام، انت لما تحل المعادلتين مع بعض هتجيب قيمه ال ال والاتش اي، دول قيمتين بتجيبهم بحل المعادلتين مع بعض. والقيم او الرموز اللي انا مليتها لك اللي هو الاتش كابيتال والواي والاتش سمول، الثلاثه دول اللي بنجيبهم من الرسم. تعال بقى ندخل على المساله الثانيه. المساله الثانيه هي نفس المساله الاولى بالظبط، خندق صفة ابار واحده فول بنتريشن اختراق كلي. كل اللي يفرق بس ان تتابع الطبقات هيوضح ان التصرف جاذبيه مش ارتوازي. يعني خلي بالك المساله اللي لسه حللها معاك دي كان التصرف بتاعك ارتوازي، المساله اللي انا هحلها معاك دلوقتي التصرف بتاعها تصرف جاذبيه. يعني عارف ايه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير المعادله بس. انا مش هقرا معاك بقى منطوق المساله، انا هدخل معاك على طول في رسمتها. هو زي ما انا قلت لك طبعا لما قرينا المسألة عرفنا ان انا في ابار إبرية والتصرف بقى جاذبية مش ارتوازي واختراق كلي ومصدر مية واحد، او انا اسف صفة ابار واحدة وبالتالي مصدرين مية. كل اللي اتغير ان المسألة بقت جرافيتي. اول خطوة تحديد معادلة التصميم المستخدمة، هنبدأ نروح للجرافيتي. هتلاقي عندك اهي سنجل رو فول بنتريشن جرافيتي ويل بوينت. يبقى اذا دي معادله التصميم المستخدمه ودي معادله الدرو داون اللي احنا هنستخدمها. وبرضه هقول لك على ملحوظه بس ما تكتبهاش بقى، احنا كتبناها مره في السلايد اللي فاتت، او عايز تكتبها براحتك. المعادله اللي استنتجناها السكشن اللي فات كان فيه هنا اتنين في المقام، الاتنين دي راحت فين؟ نفس الكلام، المسألة بتاعتك بقت اتنين مصدر مية اتنين، وانا المعادلة اللي استنتجتها السكشن اللي فات كانت مصدر مية واحد، فخدنا المعادلة اللي احنا استنتجناها ضربناها في اتنين فالاتنين راحت مع الاتنين. دي بس ملحوظة للعلم مش اكتر، لكن المعادلة بتجيلك المفروض في الامتحان بتجيلك كده جاهزة مظبوطة على المسألة. بس برضو اديك عرفت الملحوظه، يعني عشان انا زي ما انا قايل لك ان في الامتحان مش بيديك معادله واحده، بيديك اكتر من معادله. هتسأل؟ حد بيسأل؟ ايوه اتفضل. هو حضرتك شكلك هتسأل الوضع الوضع ده في الامتحان نقطه كده ولا المعادلات بس؟ لا المعادلات بس، ما كنت لسه بقول اهو. هو الفكره ان الجدول ده انا هديه لكم عشان التطبيق سواء في الكليه في الشتات او في الحاله العمليه، لكن اللي في الامتحان اللي بيحصل ان هو بيجي يرمي لك المعادله دي ويرمي لك مثلا المعادله دي ومعادله التخفيض دي ومعادله التخفيض دي ويسيبك بقى تايه، ما يقولكش الحالات دي ايه. فانت بقى اللي المفروض تبقى زي ما انا اديتك السكشن اللي فات لو تفتكر طريقة تقدر تفرق بيها ما بين المعادلات. قلت لك لما تلاقي المعادلة فيها متربع دي معناها ايه؟ لما تلاقي المعادلة فيها باي دي معناها ايه؟
وانت اصلا بكتر التطبيق والحل بتبدا تميز المعادلات بتاعه حاله ايه، يعني ما تقلقوش من النقطه دي، هي بتبقى باينه قوي في الامتحان. يعني مبدئيا كده اول ما تلاقي زي ما انا قلت لك السكشن اللي فات، اول ما تلاقي ان الاتش متربعه، اول ما تلاقي ان في علامه التربيع على الاتش، تعرف على طول ان التصرف بتاعك تصرف جاذبي. يبقى انت لو المساله بتاعتك تصرف جاذبيه، تلمح المعادله اللي في الامتحان اللي فيها تربيع، هتلاقي المعادله الثانيه مش عليها تربيع، يبقى هي دي المعادله اللي انت عاوزها اللي فيها تربيع. ده مثلا على سبيل المثال يعني. يعني في الامتحان بيبقى سهل قوي انك تميز المساله اللي انت هتستخدمها ان شاء الله يعني. حد في حاجه تانية مش مهندسه؟ لا تمام، شكرا تمام. انا افكركم بس باللي انا قلته سريعا السكشن اللي فات، ان معادله الجرافيتي بيبقى فيها التربيع، معادله الارتيزيان ما فيهاش التربيع، مش هتلاقي تربيع على الاتش. الكلام ده موجود عندك في السكشن اللي فات ما تكتبوش. معادلات الويل بوينت مش هتلاقي فيها علامه الباي. معادلات الديب ويل بتاعت السكشن الجاي هتلاقي فيها علامه الباي. المعلومتين دول اللي موجودين في السكشن اللي فات بالنسبه لك في الامتحان هيبقوا كافيين قوي انك تعرف المعادله اللي انت هتستخدمها، لان هو في الامتحان بيديك معادلتين مش بيديك 10، يعني مش هيديك الستة دول ويقول لك بقى اختار المعادلة اللي تستخدمها، ده هو هيديك أي اتنين من الجدول وخلاص. طيب كده أنا عرفت المعادلة اللي أنا هستخدمها، أنا شغال معاك كأني شغال في الحالة العملية، إن أنا بقى معايا الجدول كله وعايز أشتغل. فكده أنا عرفت الحالة بتاعتي اللي هي الحالة رقم 4، جبت المعادلة وجبت معادلة الدرو داون. هنروح نرسم المسألة بتاعتي. هلاقي إن هي طبقة رمل أهي، كل ده طبقة رمل. بترتكز على طبقة غير منفذة، فالتصرف كان تصرف جاذبية. هنروح من الرسمة نستنتج الرموز الآتية. أول حاجة الـ H كابيتال. الـ H كابيتال هتبقى 8 متر اللي هو سمك الرمل كله ناقص الواحد متر اللي فوق ده، يعني 7 متر. تاني حاجة الـ H سمول. المفروض هو مديك عمق الحفر 3.5 متر. 3.5 متر ناقص 1 هيديك ان المسافة من منسوب المية الاصلي لغاية قاع الحفر 3.5 ناقص 1 يعني 2.5. 2.5 زائد نص يبقى التخفيض كله من هنا لهنا ب3. ال H كابيتال اللي هي 7 ناقص 3 هتديك ال H ب4. تمام. يبقى انا كده استنتجت تاني قيمه اللي هي الاتش سمول. في طبعا قيمه كمان بستنتجها من الرسم اللي هي الواي سمول. الواي سمول دي سهله، بتبقى 1 زائد عرض الحفر اللي هو 2، يعني الواي سمول ب3 متر. يبقى زي ما احنا متفقين، مهم قوي الملحوظه دي، بنستنتج من الرسم ثلاث قيم او ثلاث رموز، الاتش كابيتال والاتش سمول والواي. استنتجناهم تاني مع بعض اهو، المفروض ان بقوا سهلين جدا. معادلة التصميم أنا طلعتها من الجدول أهي. أدخل بقى في المعادلتين بتوع ال L وال HE. أول معادلة L بيساوي C جذر K H كابيتال ناقص HE. أعوض ال C كانت ب 1000 وال K كانت ب 3.10000 وال H كابيتال أنا استنتجتها فعلا كانت ب 7 متر. دي المعادلة رقم 1. المعادلة رقم 2 اللي هي معادلة الدرو داون اللي أنا جبتها برضو من الجدول، هلاقي كل حاجة فيها معايا ما عدا ال L وال HE. أعوض ال H كابيتال ب7 مظبوط أنا استنتجتها، ال H سمول كانت ب4 متر مظبوط أنا لسه مستنتجها، وال Y ب3 متر مظبوط أنا لسه مستنتجها. بقى معايا معادلتين في ال L وال HE. أحل المعادلتين مع بعض، جبت قيمة ال L بالرقم ده وال HE بالرقم ده. بالمثل بقى زي المسألة اللي فاتت
المساله صعوبتها بتبقى خلصت. هي اصلا مساله على فكره بسيطه وسهله جدا، وبتبقى من اسهل مسائل الامتحان مساله الدي ووترنج دي. ادخل على طول اعوض في المعادله اللي انا جايبها من الجدول اللي هي كيو توتال، عوض فيها تعويض مباشر، كل حاجه بقت معايا. ده كان معامل النفاذيه، ال 120 متر ده اللي كان طول خط الابار في المساله كان 120 مش 150. دي ال ال الاتش كابيتال تربيع يعني السبعه تربيع ناقص اتش اي تربيع اللي هي 3.76 تربيع. هلاقي ان قيمه الكيو توتال بالرقم ده اروح اقسمه على تصرف البير الواحد اللي هو كان 9 من 10,000 في المساله يديني 25 بير. اقسم ال 120 اللي هو طول خط الابار على ال 25 بير يديني ان السبيسنج 4.8 من 10 متر. وتبقى كده انت خلصت المساله والديزاين بتاعك طلع 25 بير بتقسيط 4.8 من 10 متر. ده كده المسألة التانية في الخندق خلصت، وكده يعتبر موضوع الخندق خلص. بس آخر حاجة قبل ما ندخل على آخر مسألتين معايا، في ملحوظة بس صغيرة. قول اتفضل. هو التقسيط بقربه ولا طلع زي ما هو؟ لا زي ما هو بالظبط، زي ما هو طالع بالظبط بتكتبه. يعني اكتب الملحوظه دي نفسك ان هو لا يقرب، لو انت عاوز تكتبها جنب الناتج كده ما بين قوسين لا يقرب. تمام. الملحوظه الصغيره بقى اللي انا عاوز اقولها لك في مساله الخندق، احنا كل ده اشتغلنا مسالتين، مساله خندق تصرف ارتوازي ومساله خندق تصرف جاذبيه، كانوا المسالتين فول بنتريشن اختراق كلي. ماذا لو كانت المساله بتاعتك اختراق جزئي؟ يعني البير مثلا كان بالشكل ده وقف هنا ما اخترقش طبقه الرمل كلها، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل حاجه صغيره جدا. لو قال لك ريديزاين بحيث ان اداك طول الابار صغير وبالتالي بقى الاختراق بارشال مش فول بنتريشن، بقى اختراق جزئي، ايه اللي هيتغير؟ اول خطوه في تحديد معادله التصميم المستخدمة هتلاقي نفسك بتروح للخانة اللي فيها بارشيال بنتريشن دي او دي، هتلاقي واحدة للارتيزيان وواحدة للجرافيتي. احنا في شغلنا في الكلية غالبا بيتشرح الارتيزيان بس، راجع انت محاضرتك الحالة رقم 6 اللي هي المعادلة دي اتشرحت ولا لا؟ لو ما اتشرحتش يبقى انت مش هيجيلك عليها مسائل لا في الشيت ولا في الامتحان، بس ستيل اللي انت لازم تبقى عارف ان دي حاله ممكن تقابلك في الحاله العمليه فلازم تبقى عارفها. طيب يبقى انا بارشال بنتريشن تصرف ارتوازي سنجل رو ويل بوينت ابار ابريه، عرفت الاربع معلومات بتوعي اللي انا بدور عليهم في كل مساله، دخلت على معادله التصميم هلاقي ان هي نفس معادله التصميم بتاع الاختراق الكلي. كل اللي فرق ان هو في المقام جمع على ال L كابيتال ده لاندا دي، حيث ان الدي لو تفتكر كان سمك طبقه الرمل، دي كابيتال قايل لك ما تنساهاش خالص، سمك طبقه الرمل اللي احنا عمالين نعوض فيه من السكشن اللي فات في لاندا. طب ايه اللاندا دي بقى؟ اللاندا دي شيب فاكتور، معامل هنجيبه دلوقتي من شرط من رسم بياني، سهل بيتجاب قوي بسهوله. يعني بمجرد ان انا اعرف قيمه الشيب فاكتور ده المساله بقت سهله جدا وزيها زي الاختراق الكلي ونفس الخطوات بالظبط. ودي برضو معادله الدرو داون هتلاقي برضو فيها الشيب فاكتور اللي هو اللاندا ده. يبقى لو الاختراق بقى اختراق جزئي يا باشمهندس، اول خطوه اللي بيختلف ان في تحديد معادله التصميم المستخدمه احنا بندخل على الحاله بتاعه البارشال بنتريشن، هلاقي فيها سواء في معادله التصميم او معادله الدرو داون هلاقي فيها رمز جديد اسمه لاندا شيب فاكتور، معامل الشكل شيب فاكتور. معامل الشكل ده بيتجاب من شرط، مجرد ما اعرف اللاندا دي بكام، ك
كأني بحل مسألة اختراق كامل بالظبط، نفس الخطوات مفيش أي اختلاف. طب اللندا دي أجيبها منين؟ فاكر زمان لما قلت لك اختراق جزئي بحيث إن البير يخترق مسافة W من الرمل بتاعك؟ بجيب ال W دي من الرسم، بعد ما أرسم مسألتي هقدر أستنتج ال W دي بكام؟ باخد ال W دي وأقسمها على D كابيتال بنص مثلا، ده اسيوم يعني، انا بقول مثلا عارف نص دي يعني ايه؟ يعني معناه ان البير بتاعك اخترق نص طبقه الرمل بالظبط، ما اخترقش الطبقه كلها. بدخل على شرط الرأس فيه دبليو على دي والافق فيه لندا، الدبليو على دي لقيتها بنص، النص يعني تقريبا هنا، ادخل اضرب في المنحنى بتاعي اطلع فوق هلاقي ان اللندا تقريبا ما بين الصفر والنص في النص كده، يعني تقريبا بربع. يبقى اذا جت اللندا بتساوي ربع. بقت معاك اللندا، بقيت المساله هي هي، اكون معادلتين للال والاتش اي، المعادله الاولانيه بتاعه ال اللي هي سي جذر كي اتش ناقص اتش اي، المعادله الثانيه اللي هي معادله الدرو داون، حل المعادلتين مع بعض جبت ال L وال H E. هقوم راجع معوض في معادلة التصميم الأصلية اللي بتاعت أول خطوة خالص، جبت ال Q total أقسمها على تصرف البير الواحد أجيب عدد الآبار، أقسم طول خط الآبار على عدد الآبار أجيب التقسيط. فالمسألة هي هيها بالظبط، أنا بس بعلمك لما تبقى المسألة اختراق جزئي وتصرف ارتوازي تجيب اللاندا او شيف فاكتور ده ازاي. طب هو لو مديني المسافه اللي هي الدبليو خلاص هقسمها على الدي واطلع القيمه بالظبط بقى. خلي بالك هو مش هيديك المسافه الدبليو دي خالص، هو هيعمل زي ما انا قريت معاك منطوق المساله اللي قبل اللي فاتت، هيديك طول خط الابار مثلا ب 8 متر، ويبقى مديك ان الكلي ده مثلا ب 5 والساند ده ب 5، فيبقى 5 زائد 10 بالظبط، فيبقى 5 زائد 10 بكام؟ 5 زائد 5 انا اسف ب 10، وطول البير بكام؟ ب 8، يبقى في فرق هنا كام؟ 2 صح؟ يبقى 5 ناقص 2 تديك ان الدبليو ب 3، يعني الدبليو دي انت بتستنتجها من الرسم. تمام، ممكن تزودها ملحوظه لو حابب، ان ده رمز هيزيد استنتاجه في مساله الاختراق الجزئي. احنا اتفقنا كده ان انت بتستنتج دايما من الرسم اتش كابيتال واتش سمول والواي. اكتب في مساله الاختراق الجزئي بيزيد رمز بيتم استنتاجه من الرسم هو الدبليو. يبقى في مساله الاختراق الجزئي انت بتستنتج الاربع رموز دول، اتش كابيتال واتش سمول وواي سمول ودبليو. أنا بس قبل ما أسيب السلايد دي عايز أقول لك تكتب ملحوظة تانية. الشارت ده بيحسب شيب فاكتور. فأنا عايزك تكتب بس تحت الشارت ده الآتي: رسم بياني يستخدم في استنتاج لندا ما بين قوسين معامل الشكل. تاني: رسم بياني يستخدم في استنتاج معامل الشكل لندا لمسألة آبار إبرية. إحنا سيكشن آبار إبرية. اختراق جزئي. تصرف ارتوازي. اتنين مصدر مية. لو أي شرط من الأربعة دول اختل، ساعتها الشرط ده مش هتعرف تستخدمه، ولا المعادلات اصلا اللي انا اتفقت معاك عليها مش هتعرف تستخدمها. هتلاقي نفسك رحت على معادله تانية اصلا غير اللي فيها اللندا دي. ما هي المعادله بتاعت اللندا دي شروطها اتنين مصدر ميه، اختراق جزئي، ابار ابريه، تصرف ارتوازي. فبالتبعيه الرسم البياني اللي قدامك ده لازم برضو يكون حقق الشروط نفسها: ابار ابريه، اختراق جزئي، اتنين مصدر ميه، تصرف ارتوازي.
لو في شرط ان الاربعه دول اختل، معادله التصميم بتختلف خالص. وبرضو لو في معامل شكلي في المعادله الجديده هيبقى ليه شرط تاني خالص. حد عاوز يسأل؟ المهندس اتفضل. تأثير التراكم الجزئي في الجاذبية مش علينا. ما يعني بص هو المعادلة اهي، الاختراق الجزئي اهو في التصرف الجاذبية اهو، دي المعادلة. انا بقول لك المعتاد ان المعادلة دي ما بندرسهاش في الكلية. ما انا بقول لك عشان كده راجع مع حضرتك، شوف المعادلة دي انت خدتها ولا لا. لو خدتها والدكتور قال لك علينا ارجع لي نجيب عليها مسائل. تمام. لكن لو ما خدتهاش يبقى انت بس تعرف المعادلة للحالة العملية مش للكلية. تمام. مسألة قبل الأخيرة بقى، واللي هي أسهل من الخندق، مسألة الأرض مستطيلة الشكل. برضو مش هنطق معاك منطوق المسألة ولا هرسم، الموضوع بقى سهل خالص. هو بس في شوية معلومات كده أساسية طلعها من المسألة. المرة دي موقع الإنشاء بتاعك ما بقاش خندق، بقى مستطيل، قطعة أرض مستطيلة 20 في 60 متر، العرض بتاعها 20 والطول بتاعها 60 متر، ال L ب 250. هنا في المسألة دي كان اداك معلومة جديدة، قال لك إن بعد أقرب مية the nearest waterway is parallel to the long side of the excavation and is far 250 meter. فاكر لما قلت لك زمان إن ال L بناخدها القيمة الأقل من القيمة دي اللي هي ال 250، اللي هو بعد أقرب مصدر مية فعلي given في المسألة أو من القانون. يبقى انا معايا 250 متر اهي، وهجيب قيمه جديده من القانون اخد الاقل منهم وتبقى هي دي قيمه ال ال الكي. ده معامل النفاذيه كان معطى في المساله. السي اللي هو الثابت 1500 معطى في المساله. الكيو ييلد او تصرف البير الواحد كان ب 4 من 10000 وده معطى في المساله. دي قطعة الأرض بتاعتنا 60 في 20 متر. دايما لما بنيجي نقص الآبار بنقص البير على بعد متر واحد من حدود الأرض، فلما نيجي نقص خط الآبار هيبقى واخد شكل مستطيل برضو بالشكل ده. الآبار هتترص في شكل مستطيل حوالين الأرض بتاعتك على بعد واحد متر، فلما تبعد واحد متر من فوق وتبعد واحد متر من تحت يبقى عرض خط الآبار ب 22 متر. وهنا ال 60 ده اهي، لما تبعد 1 متر يمين وتبعد 1 متر شمال يبقى طول خط الابار 62 متر. يبقى انت خط الابار بتاعك اللي واخد شكل المستطيل ده ابعاده 22 في 62. لما تيجي ترسم المساله بتاعتك بالشكل ده او في الاليفيجن هتلاقيها طلعت بالشكل ده. رسمها هيبقى سهل قوي من منطوق المساله برضه. تمشي خطوه خطوه مع منطوق المساله زي ما عملنا كده في اول مساله حليناها مع بعض، هتلاقي ان الرسمه بسيطه وسهله. طيب معادله التصميم المستخدمه اللي هي اول خطوه، اول خطوه تحديد معادله التصميم المستخدمه. هنجيبها منين؟ هل موجوده في الجدول؟ لا مش موجوده في الجدول. طب هل احنا استنتجناها؟ لا. هتقول لي ازاي ما استنتجناهاش بقى، احنا هنضحك على بعض. اقول لك ما استنتجناهاش. احنا الاستنتاجين اللي احنا عملناهم السكشن اللي فات كان لخط ابار طوله اكس، خط الابار ماشي طويل كده ما بينكسرش، يعني مساله خندق من الاخر. المعادلات اللي احنا استنتجناها السكشن اللي فات واللي احنا شفناها النهارده في الجداول دي كانت مسائل مستنتجة لخط آبار طويل ما بينكسرش لا يمين ولا شمال ولا بيعمل شكل مستطيل ولا مربع ولا القصص دي، وكان بيسحب من اليمة اليمين بس أو من اليمتين، وبالتالي كان مصدر مية واحد أو مصدرين. دي المعادلات اللي احنا استنتجناها.
وبالتالي المعادلات دي ما تنفعش غير لمسألة الخندق من الآخر. طب وبعدين إيه الحل؟ قال لك لا إحنا هنا بقى هنستخدم معادلة هتظهر معانا في السلايد اللي جاي. معادلة جديدة، المعادلة دي هتحفظها لأن هي ممكن ما تبقاش جيفن. بس هي سهلة ما تقلقش يعني. طب المعادلة دي برضه عشان نبقى فاهمين استنتجوها إزاي؟ المعادلة دي جت استنتاجها من إن إحنا هنفرض بير إبري واحد افتراضي في قلب قطعة الأرض هنا، مكان الإيه؟ البقعة اللي أنا بعملها دي. هفترض إن في هنا بير واحد إبري افتراضي هيسحب المية من جميع الجهات. فاكر السكشن اللي فات الديب ويل؟ قلت لك لما البير بيسحب من جميع الجهات بيسحب كده بشكل قطري، المياه بتجيله من جميع الجهات بالشكل ده. وكنت بقول لك ان ساعتها المسافه الاقرب بير اللي هي ال بيتغير منطوقها من ال لار كابيتال، وبنسمي الار كابيتال دي نص قطر دايره التاثير، لانه خلاص بقى دايره، بقى بيسحب من جميع الجهات مش يمه واحده اللي هي اليمين او يمه واحده اللي هي الشمال. البير ده لما تيجي توقعه هنا على الرسمة اللي موجودة على اليمين هيبقى مكانه هنا بالظبط في نص قطعة الأرض. ده البير الافتراضي اللي احنا هنشتغل عليه، وهديك القانون بتاعه دلوقتي. البير ده اللي انا هديك القانون بتاعه دلوقتي هتلاقي فيه برضه مجهول اللي هو الـ HE. الـ HE دي بقى السؤال اللي احنا عايزين نسأله نفسنا دلوقتي. الـ HE دي هل اخد ارتفاع منسوب الميه هنا في الابار اللي انا هنفذها ال اتش اي ده اهي، ولا اخد ارتفاع ابار الميه او ارتفاع الميه انا اسف جوه البير الافتراضي اللي انا حاطه في قلب الارض اللي هو الارتفاع ده؟ يعني انا دلوقتي عندي اتش اي واحد واتش اي اتنين، ده ارتفاع خط الابار جوه الابار اللي متنفذه بره الموقع، وده ارتفاع الميه داخل البير الافتراضي الوهمي اللي انا حاطه في قلب قطعه الارض. حد وقع مني؟ خلي بالك الكلام ده انت كله مش مطالب منك، انا بفهمك بس. احنا الايه يعني الديزاين اصلا خطوتين وسهل جدا. الارض المستطيله والارض الدائريه ديت التصميم بتاعه مهبل وعبيط واسهل من الخندق بكتير. انا بس كل اللي برغيه وكل اللي بقوله معاك ايه، ان انا كان معايا ابار كتير واخد شكل مستطيل، جينا ندور على معادله ما لقيناش معادله، ما لقيناش معادله تصميم، معادلات التصميم اللي خدناها لغايه دلوقتي بتاعت الخندق بس. فقال لك خلاص احنا هنحط بير واحد افتراضي وهمي بير ابري في نص قلب الارض ينزح الميه بشكل دائري. فاول حاجه ال ال كده هبقى هتبقى ار كابيتال، بدل ما هي اسمها ال هي بس اسمها ار كابيتال، لكن هي نفس القانون اللي هو السي جذر كي اتش ناقص الاتش اي، نفس القانون بالظبط هنستخدمه برضو في الار، بس المنطوق اختلف من ال لار كابيتال لان المره دي بقت بتسحب ميه من جميع الجهات، فبالتالي بقى نص قطر دايره التاثير ار كابيتال. طيب الحاجه الثانيه اللي كنت بقول لك عليها واللي هتلاقيني كاتبها لك ملحوظه بس تقريبا في السلايد الجايه، ان ال HE اكتبها دلوقتي، اكتب ملحوظه يتم استنتاج ال HE مباشره من الرسم بعكس مساله الخندق. ليه بقى مباشره من الرسم؟ لان انا زي ما انا قلت لك انا دلوقتي فارض ان في بير وهمي هنا، هو ده اصلا اللي انا استنتجت معادله التصميم بتاعته، وبالتالي ال HE هتبقى هي ده. مش عشان محدش يجي يسالني بعد كده يقول لي احنا ليه ما خدناش ال HE القيمه دي، ارتفاع الميه داخل خط الابار نفسه. قلت له لا، ما هي المعادله اللي احنا استخدمناها لبير وهمي في قلب الارض، وبالتالي ال HE ما بقتش هي ده، وبقت هي ارتفاع الميه جوه البير الوهمي اللي في قلب الارض. اللي يعنيك في القصه دي كلها لو انت وقعت منك حاجه، واتمنى ان الناس تكون
متخيله الموضوع معايا، بس لو وقع منك حاجه الملحوظه تكفيك. الملحوظه اللي انا مليتها لك تكفيك، انه يتم استنتاج الاتش اي من الرسم مباشره. المعادله بقى اللي انا بقول لك عليها اللي هتحفظها اهي، دي اكتب عليها للحفظ، ممكن ما تبقاش جيفن. المعادله بتقول كي دي في الاتش كابيتال ناقص الاتش اي في الشيب فاكتور. خلي بالك الاتش اي ده احنا قلنا بنستنتجه من الرسم، والاتش كابيتال ده اصلا من الرموز اللي دايما احنا بنستنتجها من الرسم. هيتبقى لك شيب فاكتور، اكيد انت متوقع ان معامل الشكل ده احنا هنجيبه من شرط او من رسم بيان. لو عاوز تجيب الاتش كابيتال ده اهي، هيبقى 3 زائد 6 متر ناقص متر، يبقى 3 زائد 6 ب 9 ناقص 1 يبقى 8. لو عاوز اجيب الدي سمك طبقه الرمل ب 3، الدي ده اهي ب 3. لو عاوز اجيب الاتش اي اللي انا قلت لك بقى ان بتتجاب مباشره من الرسم، هتبقى عباره عن، احنا الاول بس عاوزين عمق الحفر كان كام؟ معلش نرجع ثانيه واحده لمنطوق المساله. عمق الحفر كان 4 متر، يبقى انا عندي عمق الحفر ده كله كان ب 4، ومنسوب المايه الجوفيه كان سالب 1، يتبقى لك ان المسافه دي كام؟ 3 متر. 3 متر وانت عاوز تنزل نص متر على الاقل، يبقى اذا الدرو داون التخفيض في قلب الارض هنا ب 3.5. الاتش كابيتال اللي هي الثمانية لما تطرح منها 3.5 هيديك ان الاتش اي ب 4.5. شفت الاتش اي قدرت استنتجها على طول من الرسمه اهو. فكتبت لك ملحوظه هي نفس الملحوظه اللي انت كتبتها من شويه، هي نفس خطوات تصميم الابار الاباريه للخندق، بس الفرق والسهوله ان الاتش اي انا بقدر استنتجها مباشره من الرسم. انا بس كنت بفهمك من شويه انا ليه بجيبها في قلب الارض، رغم ان احنا المسائل اللي فاتت كلها كنا بنجيبها عند الابار المنفذه. خلاص اعتقد ان انا شرحتها اكتر من مره، شرحتها مرتين ويا رب تكون وصلت. وبالتالي طبعا مفيش ما بحلش اي معادلات مع بعض، وطبعا المساله بتبقى ماشيه سهله جدا. خلاص انا كده معايا كل حاجه مطلوبه مني، انا بس عايز احسب الشيب فاكتور. هتلاقي بقى بيقول لك الار بيساوي سي جذر كي اتش ناقص الاتش اي. تاني خطوه في الابار ايه؟ كانت المفروض حساب ال ال والاتش اي اللي هي الار والاتش اي. هنا الاتش اي انا استنتجته اصلا من الرسم، يتبقى لك الار. تعويض مباشر، هتلاقي كل حاجه معاك، الثابت معاك، معامل النفاذيه معاك، الاتش كابيتال معاك، الاتش اي معاك. هتجيب نص قطر دايره التاثير اللي هو الار. الشيب فاكتور علشان نجيبه هنلاقي ان انا عندي 4 شرطات لمساله الارض المستطيله الشكل. اول شرط 100% بنتريشن، تاني شرط 50%، التالت 25، الرابع 10%، اللي هي القيم ده. انا المساله بتاعتي لما رسمتها لقيت نفسي 100% بنتريشن، الاختراق اختراق كامل يعني 100%. طبعا لو الاختراق بتاعك اختراق جزئي هتروح تجيب الدبليو زي ما احنا اتفقنا ونقسمها على الدي كابيتال اللي هو سمك طبقه الرمل كله، هيديك بقى نص او هيديك ربع او هيديك 10%، تدخل على الشرط ده والشرط ده والشرط ده. انا المساله بتاعتي كانت اختراق كامل. هنلاقي ان الافق بتاعي حاجه اسمها البي على الار. ايه البي دي؟ البي ده اللي هو عرض خط الابار. فاكر زمان بقول لك ان خط الابار بتاعك طوله 62 متر وعرضه 22 متر، يبقى البي ب 22 متر اهي، هي اللي فوق دي. انا مش عارف اليمه اللي فوق دي باينه عندكم اهي، هي ال 22 متر ده.
على الار اللي هو نص قطر دائرة التأثير اللي انا لسه حاسبه، هيديك تقريبا 1/10 اللي هي 99 من 1000. اختراق كامل، هاجي عند الواحد من عشرة او 99 من 1000 اللي هي تقريبا هنا، واطلع اهبط في منحنى من 3. المنحنى الاولاني ده ان قطعة الارض بتاعتك كانت مربعة بي في بي، الطول بيساوي العرض. المنحنى الثاني ان قطعة الارض بتاعتك كانت مستطيلة بحيث ان الطول مرتين العرض بي في 2 بي. المنحنى الثالث بتاعك ان قطعة الارض بتاعتك مستطيلة بحيث ان الطول 3 مرات العرض. المسألة بتاعتك كانت 22 متر في 62 متر اللي هو طول خط الأبار 62 متر في 22 متر. فلما تقسم ال 62 على ال 22 هتلاقي نفسك تقريبا بتقول ان الطول 3 مرات العرض. يعني هتدخل على المنحنى الثالث ده. بس يبقى انا كده همشي من النقطة دي افق كده، هلاقي ان تقريبا الشيب فاكتور تقريبا ب 2.9 او 2.8. يبقى كده خلصت المسألة. تدخل بقى الشيب فاكتور جبته من الشرط ب 2.9، هتدخل تجيب الكيو توتال تعويض مباشر كل حاجة معاك، الكي والدي والاتش والاتش اي والشيب فاكتور، تقسم الكيو توتال اللي انت حسبتها على تصرف البير الواحد يديك عدد الابار. هروح اجيب المراضي المحيط، ما بقاش بقى خط ابار خندقي، ده بقى محيط مستطيل. المحيط المستطيل 22 في 62، يعني المحيط بتاع خط الابار عبارة عن 2 افتح قوس 62 زائد 22. تقسم المحيط على عدد الابار اللي هو 183 بير، يديك ان التقسيط 92 متر. وتبقى المسألة اللي قبل الأخيرة خلصت. المسألة الأخيرة شبهها، بس قبل ما أدخل عليها بس لخص لك دماغك بالراحة. نفس الخطوات اللي بنعملها، بنحدد معادلة التصميم المستخدمة، والمعادلة ديت إحنا بنبقى حافظينها. لما تلاقي إن المسألة بتاعتك قلبت قطعة أرض مستطيلة الشكل، هي معادلة واحدة بنستخدمها كي دي اتش ناقص اتش اي في الشيب فاكتور. ممكن تكتب لي عليها ملحوظة برضو، إن المعادلة دي صالحة للاستخدام، المعادلة صالحة للاستخدام في حالة التصرف الارتوازي فقط. بص على المسألة كده هتلاقي التصرف بتاعك تصرف ارتوازي، رمل محصور بين طبقتين. تصرف جاذبية مش عليه. أنا بس بعرفك إن المعادلة دي للتصرف الارتوازي بس. تاني خطوة تحديد قيم الـ HE والـ L، أو اللي هنا بقى بقت HE و R capital. وعرفنا بقت R capital ليه، وكتبنا ملحوظة تحت تاني خطوة دي من كام سلايد، إن الـ HE بقى استنتاجها سهل جدا من الرسم مباشرة، وبالتالي حسبة الـ R بقت بتيجي برضو مباشرة من القانون اللي هو C جذر الـ K H ناقص HE. دي تاني خطوة. تالت خطوة ان احنا رحنا حسبنا الشيب فاكتور من الشرط. رابع خطوة حسبت التصرف الكلي وجبت عدد الابار والتقسيط. يعني الخطوة اللي زادت هنا بس عن الخندق ان انا بروح اجيب شيب فاكتور، بجيب معامل شكل، لكن المسألة بقت اسهل لان الـ HE بيستنتج مباشرة من الرسم. اخر مسألة هي نفس المسألة بالظبط، بس الفكرة كلها إن قطعة الأرض بدل ما بقت مستطيل بقت دائرية. نص قطرها 10 متر، وبالتالي لما أرص خط الآبار على بعد 1 متر من الأرض هيبقى نص قطر خط الآبار 11 متر. يبقى الأرض نفسها كان نص قطرها 10، أنا هبعد متر وهبدأ أرص الآبار يبقى نص قطر خط الآبار 11 متر. هنرسم المسألة هنلاقيها برضو بالشكل ده وتصرف ارتوازي. دي الار كابيتال اللي هي نص قطر دائرة التأثير. نفس الكلام بقى بالظبط متكرر، مفيش أي اختلاف. نفس المعادلة، معادلة ايه دي؟ أنا يمكن ما مليتكش المعادلة دي بتقول ايه، بس لو عايز تكتبها ورايا اكتبها ورايا. دي معادلة حساب
تصرف بير إبري تصرف ارتوازي مصدر مياه دائري وهي صالحة للاستخدام في مسألة في مسألتين أو مسألتين يعني المستطيل أو قطعة الأرض المستطيلة وقطعة الأرض الدائري. المعادلة دي احنا بنحفظها وهي دايما بنستخدمها كده على طول في ايه؟ في حالة ان المسألة كانت مستطيل او كانت الارض دائرية وزي ما انا قلت لك لازم يكون التصرف بتاعك ارتوازي. دي الملحوظة اللي انا كتبتها لك برضو السلايد من كام سلايد كده ان المسألة هنا الـ HE بنقدر نستنتجها مباشرة من الرسم وبالتالي مفيش حاجة وما بنحلش اي معادلات مع بعض والمسألة بتكون اسهل وابسط. الفكره بس او الخطوه اللي زادت هي ازاي نحسب الشيب فاكتور او معامل الشكل. هندخل نحسب الار تعويض مباشر في المساله. خلاص بقى انا مش هستطرد معاك ازاي تحسب الاتش كابيتال، المفروض ان انت خلاص استكفيت، والاتش اي برضو المفروض ان انت خلاص استكفيت. المهم ان دي قيم خلاص انت بتحسبها وبتستنتجها من الرسم فبتقدر تعوض عنها هنا مباشره. هتلاقي ان الار ب 105 متر. الخطوه الجديده بس اللي هتفرق هنا ازاي تحسب معامل الشكل. هتلاقي في شرط بنحسب منه معامل الشكل لقطعه الارض دائريه الشكل، هو الشرط ده. المطلوب منك في الافقي W على D الاختراق، نسبه الاختراق بكام؟ فانا المساله بتاعتي كانت اختراق كامل full penetration، يبقى اذا ال W على D ب 100% اللي هو اخر المنحنى هنا، فدي 90% يبقى هنا ال 100%. طب ايه ال R و ايه ال A بقى؟ في ثلاث منحنيات، ايه هي ال R وايه هي ال A؟ ال R نص قطر دائرة التأثير اللي انا لسه حاسبه ب 105، ال A هتاخد لي عليه دايرة لان ده رمز جديد وتكتب عليه نص قطر خط الابار، نص قطر خط الابار. افكرك كنا استنتجناه من كام سلايد اهو، قلنا ان هو ب 11 اللي هو ده نص قطر خط الابار. بقى انا هحسب الار على ايه؟ 105 على 11 هيدينا 9.55. هدخل هنا مش هلاقي اي منحنى ب 9.55 بس هلاقي واحد ب 7.5 وهلاقي واحد ب 15. هقوم راسم تقريبا واحد ما بينهم بالتقريب كده، طبعا هيكون قريب من ال 7.5 شويه يعني تقريبا منحنى بالشكل ده، ويبقى ده المنحنى اللي انا عايز ادرسه اللي هو عنده الار على ايه ب 9.55. واطلع من ال 100% بخط راسي وامشي كده افقي عشان اضرب في الشيب فاكتور، هلاقي ان تقريبا الشيب فاكتور برضه ب 2.9 او 2.8 لان دي 2 ودي 3. خلاص يبقى انا الشيب فاكتور طلع ب 2.8. المساله خلاص خلصت، هروح اعوض تعويض مباشر اجيب الكيو توتال كل حاجة معايا في المسألة. بعد ما تجيب الكيو توتال تقسمها على التصرف. معلش هو عشان ايه ده؟ ايه التاني؟ الايه التاني؟ قول يا بهندسة ما سمعتش السؤال معلش. احنا بنقول هنقسم ار على ايه؟ الايه كابيتال دي تعرفها نص قطر خط الابر. دي تعرفها بنستنتجها ازاي؟ لما رجعت لاصل المساله، لما رسمنا المساله الارض بتاعتك كانت دائريه الشكل صح؟ نص قطرها 10 متر، زودت متر وبدات ارص الابار بتاعتي فبقى نص قطر الابار نفسها 11 متر. هو ده الايه؟ نص قطر خط الابار يعني اللي هو نص قطر الارض زائد بعد الابار عن حدود الارض.
بالظبط كده، يعني تقدر تقول هو نص قطر الأرض زائد متر. تمام تمام؟ تمام تمام بالظبط كده. تمام شكرا. دي كده ايه الايه؟ تعرفها وازاي بتحسبها. الار طبعا اللي هي اللي في البسط دي هي نص قطر دايرة التأثير اللي بنحسبها من القانون اللي متفقين عليه من اول الايه؟ من اول السيكشن. مجرد ما يطلع معاك الشيب فاكتور خلاص بتقدر تعوض، تجيب الكيو توتال، كل حاجة بتبقى معلومة معاك، بتقسم الكيو توتال على تصرف في البير الواحد، هتجيب عدد الابار. المحيط المرة دي بقى اللي هتقسمه على عدد الابار هو محيط ايه؟ محيط دايرة. ما احنا خط الابار بتاعنا كان واخد شكل دائري نص قطره 11 متر، يبقى محيط الدايرة ده عبارة عن 2 باي ار، يعني 2 باي في ال 11 اللي هي نص قطر خط الابار اللي احنا اتفقنا عليه من شوية اللي هو الاي كابيتال، على عدد الابار 40، يديك التقسيط ب 1.73 متر. بس كده كده يبقى السكشن خلص، وبارك الله فيما رزق. حد عنده اي اسئله؟ طب حد شايف ان السكشن كان تقيل ولا السكشن كويس ولا صعب وسهل؟ ايه الاخبار؟ محدش عايز يدردش معايا خالص؟ كويس يا هندسه. لا كويس الحمد لله. يعني السكشن فيه مشاكل؟ لا كويس أبو. طيب عموما احنا مع بعض برضه، لو حد عنده اي اسئله يبعتها لي وانا هبقى ارد عليها. طيب انا دلوقتي بالنسبه للغياب انا خدته خلاص. انا كنت بعت لعبد الرحمن السكشن اللي فات الغياب اللي انا خدته، وقلت له شوف الشباب لو في اي حد حضر واسمه مش متعلم عليه بلغني. فهو الظاهر ان هو ما بعتليش حاجه، يبقى ما حدش عنده اي مشاكل في الغياب بتاع السكشن اللي فات. فالمهم يعني زي ما انا قلت لكم انا باخد الغياب من البرنامج. انا رفعت على جروب وما حدش رد، فيعني تمام. تمام بالظبط، ما انا بقول ان هو كده يبقى تمام، مفيش مشاكل عند حد يعني. فانا هتبع نفس الطريقه دي برضو. السكشن ده خدت انا الغياب من البرنامج نفسه ومفيش مشكله، ممكن برضو ابعت الغياب لعبد الرحمن بحيث لو عنده حد عنده مشكله يبعت لي يعني. بالنسبة لشيت المراجعة أنا خلاص المفروض إن أنا هستلمه دلوقتي، يعني ميعاد استلامه كان النهاردة. تعالى بقى أتفق معاكم آخر حاجة، إيه المطلوب منك مذاكرته وإيه المطلوب منك تسليمه. المطلوب منك مذاكرة، المطلوب منك مذاكرة مذاكرة السكشن وحل الشيت رقم، او مش شيت رقم بقى، وحل الشيت بتاع الويل بوينت انا هنزله لك دلوقتي. هو الشيت فيه 6 مسائل، انا حليت معاك 4، حليت انا معاك منهم 4، هيتبقى لك 2 انت تحلهم، بس طبعا تحل الـ4 كمان، لان هم اصلا الـ4 دول هم عصب الموضوع. يبقى انت المطلوب منك مذاكرته، وخلي بالك ان الشيت هيتسلم كله اصلا بعد كده يعني، فانت لازم تحل الـ6 مسائل كلها. يبقى انت المطلوب منك مذاكرته وتذاكر السكشن وتحل الشيت كله. انا هنزل لك الشيت دلوقتي. الشيت ممكن يبقى فيه نظري، انا مش عاوز النظري كتسليم يعني، مش هاخد منك النظري كتسليم، النظري ده هتحله برضه لنفسك. طيب عشان بس ما نلخبطش نفسنا بالراحة تاني، المطلوب منك مذاكرته تذاكر السكشن وتحل الشيت، لكن أنا بديك هنت إن أنا مش هستلم منك النظر. طيب المطلوب منك تسليمه بقى اللي أنا هستلمه الأسبوع الجاي منك، الشيت الأولاني في الدي ووترنج اللي أنا منزله أصلا الأسبوع اللي فات، اللي هو بتاع الاستنتاجات وبتاع البامبنج تيست، اللي هو الشيت الاول في الدي ووترنج. انت الدي ووترنج هينزل لك فيه 3 شيتات وهتاخد فيه 3 سكاشن، فانا عايز الشيت بتاع السكشن اللي فات ده اللي هيتسلم الاسبوع الجاي. حد وقع مني؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام، يبقى باذن الله اللي هستلمه الاسبوع الجاي الشيت الاولاني في الدي ووترنج. حد عايز يسال؟
تمام. بس هو خلاص انا كده خلصت. باذن الله بقى نلتقي الاسبوع الجاي واشوفكم على خير كده. السلام عليكم. ان شاء الله. عليكم السلام.